بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين. يوم جديد دائما وابدا عبر سي بي سي 2 والملعب. ملعب النهارده عندنا اخبار وعندنا حاجات قلناها وبتتحقق. نتكلم الاول في الاتحاد الافريقي وماذا حدث اليوم بالتفصيل داخل الاجتماع الذي استغرق 5 ساعات. بالتفصيل يبقى هقول لكم 3 ساعات من ال5 ساعات. لكن اقول لكم بالتفصيل الخلاصه ماذا حدث. اللي حصل ان الاتحاد الافريقي في ورطة. في ورطة كبيرة جدا 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 لانه لا يجد دولة تنظم بطولة الامم الافريقية حتى اللحظة اللي انا بكلم حضراتكم فيها. حتى الجابون اللي ابدت استعدادها عندها مشكلة. الشروط والنظم للاتحاد الافريقي بتقول لازم البطولة تتنظم في 4 مدن. مثلا القاهرة، اسماعيلية، اسكندرية، اسوان مثلا. يبقى عندك 4 مدن. في الجابون 2 مدن بس. عشان كده لما تنظمت بالتبادل مع غينيا الاستوائية الجابون خدوا 2 مدن مجموعتين وغينيا الاستوائية خدت 2 مجموعة. زي كاس العالم بيبقى 8 مدن لانه كل مدينة بتحتضن مجموعة. طب ايه اللي بيحصل؟ الاتحاد الافريقي النهاردة ضرب اخماس في اسداس. اولا قال لك انا بقبل اعتذار المغرب، مش بيقبل يعني، قال لك المغرب وبره البطولة خلاص. يبقى كده عندك 2 احسن توالد هيخشوا، وده انا قلت لكم من زمان هيبقى عندنا بدل الفرصه فرصتين، بدل ثالث واحد يبقى 2 توالت، لان مجموعه كوت ديفوار هيبقى فيها ثالث. ده اذا البطوله اقيمت يعني. طيب ايه تاني؟ قعدوا مش عارفين يعملوا ايه. فين العروض؟ فين الدول؟ مفيش عروض ومفيش دول. مفيش عروض ومفيش دول. الى ان فاجئهم عيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي قال لهم انا معايا موافقه الدوله. انا معايا موافقه الدوله. طيب قول لنا. قال لك لا مش هقول دلوقتي، لانه لما بقول دلوقتي الشعب بيهيج على رئيس الدوله والابولا والحقنه واللي ماشي في الكلام ده. انا شخصيا حاسس انه الكلام ده مناوره ذكيه من عيسى حياته. ليه؟ لانه التصفيات هتنتهي اخر الاسبوع. تصفيات النهارده 11/11. التصفيات هتنتهي اخر الاسبوع بالظبط بالظبط يوم 19. سلام عليكم، خلصت تصفيات الامم الافريقيه. يوم 20 بقى يطلع يتكلم تاني. يوم 20 يطلع. افتكروا الكلام اللي انا بقول لكم عليه ده. مفيش اي حاجه هتعلن قبل يوم 20 الا اذا بالفعل خد ورقه التنظيم في ايديه، لان هو خد تفويض من المكتب التنفيذي للاتصال، ومن ثم العرض مرة أخرى على المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. يبقى الاتحاد الإفريقي في ورطة كبيرة جدا جدا حول تنظيم بطولة الأمم الإفريقية. المغرب واضحين تماما، لا يا باشا احنا مش هننظم، أجل لي 6 شهور، أجل لي سنة. البديل ايه عند الاتحاد الإفريقي؟ البديل هو اما عنده بديلين، اما التأجيل، وده مش وارد عند عيسى حياته، لانه بيقول لك التأجيل هتبقى بطولة محلية ما ينفعش، او الالغاء. خلينا نروح للاصعب وهو الالغاء. لغى. ايه اللي ممكن يحصل؟ هل التصفيات دي هيخليها مؤهلة ل 2017؟ وده معقول؟ جيل اللي صفى في 2015 صفى في 2017. طب تعمل ايه؟ القصة صعبة جدا جدا جدا. ونيجيريا كانت يعني موافقة، بس المكتب التنفيذي قال لك لا. ليه؟ لانه نيجيريا عندها مشكلتين. المشكلة الاولى انه جماعة بوكو حرام، والازمة اللي موجودة عندها والضرب والمشاكل ده عامل ازمة. الازمة التانية انه النيجيريين ما كانوش مستعدين بما فيه الكفاية للبطولة، فقال لك ايه الجودة بالموجود، هو ده اللي عندنا. فبالتالي هم طبعا المكتب التنفيذي قال لك لا يا عم
مفيش امان شويه والدنيا مش متظبطه، فلا داعي ان احنا نلعب في نيجيريا. انجولا لا حد ظهر منها خالص. غانا لا حد ظهر منها خالص. مصر امبارح الاجتماع كان طب لو الجابون خدوا مجموعتين انتوا تاخدوا مجموعتين، قالوا خلاص قرار الدوله لا. وبالتالي مفيش لا غانا ولا غينيا ولا 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 خالص خالص. افريقيا مقفوله. هل ينجح عيسى حياته انه يخرج من الباب الضيق ده بعلاقاته باتصالاته؟ الجزائر لا نو خالص، تونس لا نو خالص، مصر لا نو خالص. رغم ان انا شخصيا شايف انه الوباء مش بالخطوره دي، وشايف انه لو في يعني اجراءات صحيه من الممكن. خلي بالكم لعبه التاجيل دي بيدخل فيها السياسه شويه، مش عايز اوضح اكتر من كده، لكن يبقى فيها عوامل سياسيه شويه، لكن ما بتصدق تلاقي حاجه تتشعبط فيها. ده الموقف وده عنواننا الاول، تاجيل جديد للبطوله الافريقيه والبحث عن مكان. حد عنده دوله تنظم؟ اللي عنده الاتحاد الافريقي كمان يعني هيدعم وهيساند، لكن الدنيا صعبه. رغم كل ده عنواننا الثاني على وشك النفاذ. التذاكر بتاعت مباراه مصر والسنغال، الحقيقه الجمهور المصري ده يا جماعه عظيم، ده ملوش حل. بصوا ملوش حل، 25,000 تذكره كل سنه وانت طيب. على وشك المنافس اللي قدام النادي الاهلي بفرعيه، اللي قدام الزمالك وقدام نادي النصر تقريبا خلاص، والناس رايحه من دلوقتي ماسكه علم مصر وجاهزه وبتجهز عشان تشجع مصر ان شاء الله في المباراه المقبله. واول مره اشوف طوابير باحترام، بقالنا كتير ما شفناش طوابير بهذا الاحترام. بالتوفيق ان شاء الله عز وجل. عنواننا الثالث الحقيقه هو عن بطل جديد، محمد ايهاب. مين بقى محمد ايهاب؟ ده بطل مصري في رفع الاثقال. عمل ايه البطل ايهاب؟ البطل ايهاب لوحده عمل لنا 3 ميداليات، 2 فضه، واحده برونز في بطوله العالم في كازاخستان. رفع الاثقال بالتحديد انا بهتم بيها قوي، لانها لعبه اولمبيه، وبالتالي من الممكن ان هذه اللعبه ان هذا البطل مع اعداد جيد على الاولمبياد باذن الله عز وجل. اللي ليه خناقه هقولها لكم لما اقعد، خناقه دمها خفيف جدا يعني. واحد بيدي لك فلوس، واحد بيجهز لك ابطالك، واحد بيجهز لك لعبتك، واحد بيفتح لك ملاعبك، واحد بيفتح لك صدره، وانت عمال تضرب فيه بالرصاص، رئيس اللجنه الاولمبيه واحيانا نائبه، وانا مش فاهم ليه كل ده عشان اللي ما يتسمى بند الثمان سنوات. محمد ايهاب ان شاء الله هنحاول يكون معانا في اتصال هاتفي زي ما كرمنا نجومنا ابطال الكاراتيه. العنوان الرابع معانا رامي سري. زي ما احنا معودينكم الفترة الأخيرة حول الاهتمام بباقي الألعاب، عندنا النهاردة سباق السيارات، ورامي سري بطل مصنف في سباقات سيارات. أنا شخصيا بحب أتفرج على الفورمولا، لكن في كذا نوع من أنواع سباقات السيارات، فرامي بقى هيقعد يشرح لنا النهاردة إيه نوع السيارات وإيه الفورمولا وإيه اللي في التراك وإيه اللي في الصحراء وإيه الراليات، يقول لنا كده الدنيا ماشية عاملة إزاي، وبالمرة كمان نعرف منه الموتوسيكلات، لأنه الحوار مع رامي هيبقى حوار جميل وشيك وزي الفل. خلينا نروح للعناوين بصوت الزميل تامر جابر، ثم اعود اليكم بتفاصيل كثيرة جدا جدا جدا. خليكم معنا. شوقي غريب يعقد مؤتمرا صحفيا الاربعاء لشرح استعدادات الفراعنة لمباراة السنغال. صفوف المنتخب الوطني تكتمل بانضمام ثنائي بازل السويسري احمد حمودي ومحمد النني. الجهاز الفني للمنتخب يقترب من الاستعانة بصبر رحيل لقيادة الجبهة اليسرى في المنتخب امام السنغال. الاصابة تبعد حازم امام وعلي قبر عن تدريبات المنتخب الجماعية. الاهلي يصل الكويت لملاقاة العربي وديا على هامش افتتاح اكاديمية للاحمر هناك. محمد ناجي جدو يجري فحوصات طبية للتأكد من حاجته لجراحة جديدة في الركبة. الأهلي يقرر إغلاق ملعب التيتش ويتدرب في مدينة نصر 10 أيام بسبب الإصلاحات السنوية. شريف إكرامي يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الركبة بعد 48 ساعة. الأهلي يتلقى عرضين لإنشاء أكاديميات بكينيا وإثيوبيا. الكاف يطالب الاهلي بتحديد ملعب نهائي الكونفدرالية المقرر له 6 ديسمبر المقبل. وفد زملكاوي يجتمع مع الاوقاف لحل ازمة تحويل ارض زمورة الى مول.
الزمالك يبدأ معسكره المغلق في الجونة، وباتشيكو يقود التدريبات بعد العودة من البرتغال. تامر أبو جبل يلحق ببعثة الزمالك في الجونة، واستبعاد رضا العزب من المعسكر للإصابة. لجنة كأس مصر تستثني الأهلي والزمالك من دور 32. المنتخب الأولمبي يطير إلى عمان في 15 نوفمبر لمواجهة منتخبها وديا. الجبلاية تقرر انطلاق دوري القسم الرابع في 14 نوفمبر. الإسماعيلي يوافق على إعارة باهر المحمدي للأسيوطي. المصري يواجه بتروجيت والسويس وديا في معسكر العين السخنة. الاتحاد السكندري يتسلم الاستغناء الخاص بثنائي الزمالك محمود خالد شيكا ويوسف محي بعد استعارتهما لمدة 6 أشهر. دمنهور يلغي معسكر أفريكانو ويتدرب على فترتين في ملعبه. الداخلية يواجه النصر وديا غدا استعدادا لبطولة الدوري. عمرو طارق عبد العزيز لاعب الجونة يطير إلى سويسرا للاختبار في نادي لوزيرن لمدة 1 أسبوع. النيجيري بوبا لاعب النادي المصري يجري عملية الرباط الصليبي الاثنين بالقاهرة. محمد إيهاب يحرز فضيتي النتر في بطولة العالم للأثقال بكازاخستان لوزن 69 كيلوغرام. منتخب الطائرة يواجه المغرب في البطولة الإفريقية للشباب بشرم الشيخ الليلة. فوز الأهلي على الشمس 34-17، والطيران على هوليليدو 23-20، وأصحاب الجياد على سبورتينج 22-20، وسموحة على الأولمبي 30-25، والجزيرة على سكر الحوندية 27-20، وتعادل الزمالك مع 6 أكتوبر 24-24 في الجولة الأخيرة للدور الأول لدوري المحترفين. سفيرة مصر ببلغاريا تقيم مأدبة عشاء لكرم جابر. وسائل الإعلام البرتغالية تشيد بأحمد حسن كوكا بعد تسجيل ثنائية لفريقه ريو آفي تقوده للفوز على أكاديميكا بثلاثية نظيفة في الدوري البرتغالي. محمد طلعت يقترب من الرحيل عن نادي زاتراس الأردني والانضمام لنادي اتحاد الشرطة. تونس تطير لجابروني لمواجهة بوتسوانا في التصفيات الإفريقية. أمريكا تخطط للتعاقد مع غوارديولا في مونديال قطر 2022. الإسباني فيكتور فالديز يقترب من الانضمام لمانشستر يونايتد. إبراهيموفيتش يفوز بجائزة أفضل لاعب سويدي للمرة 9. تيفيز يشارك في ميران الأرجنتين لأول مرة بعد غياب 1095 يوما. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. يعني ناس كتيره جدا بيقول لك انه يعني اللي انت قلته الحمد لله معظمه ان لم يكن كله طلع صحيح. هي انا بطلعش على الهواء من الفراغ، لازم يبقى عندنا مصادرنا بنعرف نتكلم معاها، وفي النهايه بنقدر نقول لكم ماذا يدور داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم، وهل البطوله ستقام ام لا. العمليه لسه مكعبله، لسه ملعبكه شويه، يعني ما تقدرش تقول هيلعبوا ومش هيلعبوا، لكن مؤكد ان عيسى حياته في مأزق، والمكتب التنفيذي كمان في مأزق، رغم ان المكتب التنفيذي من دول افريقية مختلفة، لكن كله هرب، يعني كله راح رامي الفوطة وقال لك ماليش دعوة بعد اللي بيحصل في البلاد، اخيرا بوركينا فاسو. الناس كلمتين بيسخنوهم يعني بيولعوهم، وبالتالي بقت في ازمة انه حد يعلن انه هينظم البطولة. من هنا انا اتصور انه الموقف صعب جدا 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 في الاتحاد الافريقي لكرة القدم. عندنا كمان ازمة انه بطولة العالم لكرة اليد، انا كنت عملت استفتاء الحقيقة تؤيد ولا ترفض المشاركة، خاصة انه بعض الزملاء الاعلاميين ولهم كل الاحترام يعني خرجوا قالوا انسحاب ولازم انسحاب والقصة. انا لما جبت الدكتور خالد حمودة رئيس اتحاد اليد لقيت موقفه واضح، وعجبني الراجل في وضوحه. والنهارده كمان اتحاد اليد اصدر بيان واضح جدا، يعني ما فيهوش فيه لبس، يعني قال لك انه احنا لا يزايد احد على حب مصر، على حب الجميع لوطنهم مصر، كل يعبر عن رايه في هذا الاتجاه. قرار الاتحاد المصري لكره اليد بعدم الانسحاب من مونديال قطر وايضا قرار يصب في صالح المصلحه العليا للبلاد وللرياضه المصريه عامه ولكره اليد خاصه، وان قرار كهذا لن يضر البلد المضيف بقدر ما يضر مصر ويصيب كره اليد المصريه في مقتل. تبع البيان
هناك نماذج لبعض الاعلاميين الذين تناولوا الموضوع بشكل عاطفي مبتعدين عن الموضوعيه لدرجه ان بعضهم تجاوز وقذف لعبه كره اليد التي يمارسها الالاف وطالما رسمت البسمه على الشفاه. طبعا اللي فجر الازمه دي انه البحرين والامارات اعلنوا انسحابهم من البطوله، وانتم عارفين انه البحرين والامارات والسعوديه ساحبين سفرائهم بقالهم فتره طويله جدا من قطر. انا في النهايه مصلحه بلدي هي اللي تهمني، مصلحه بلدي ان احنا نروح نلعب نروح نلعب، مصلحه بلدي ان احنا ما نروحش ما نروحش. ادرى الناس معرفه بهذا الامر هو اتحاد كره اليد بوضوح شديد موقف ومش هغيره، مع ان انا عملت استفتاء نروح ولا ما نروحش وسالت وتسالت راجل رئيس اتحاد اليد لما عمل مداخله انا اقتنعت. انا عندي تهديد بايقاف كره اليد المصريه لمده قد تصل الى 4 سنوات، تهديد بسحب بطولة افريقيا المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو من مصر، تهديد بإيقاف الأندية المصرية من المشاركة في كل البطولات الافريقية و و و وغيرها والقارية في حالة لو تأهلت، تهديد بعدم لعب منتخبات الشباب ومنتخبات الناشئين وأي منتخبات مصرية في البطولات التصفيات الدولية والقارية لمدة لا تقل عن 2 سنين. إيه الفايدة اللي هتعود على مصر من لو انا انسى؟ خدنا الاخير في المجموعه، خدنا بطوله المجموعه، نافسنا ما نافسناش؟ هو ده السؤال. يا جماعه دايما لما بناخد قرار احنا اللي مودينا في داهيه ان احنا ماشيين ورا العاطفه على طول على طول. انا ضد حكام قطر وضد اللي بيعمله حكام قطر وعارف الاساءه وقناه الجزيره والجزيره مباشر ومحاولات الخلخله ومحاولات ومحاولات، كل ده ما فيش اتنين بيختلفوا عليه. كل ده ما حدش يقدر يختلف عليه، لكنه في النهاية أين مصلحة فريقي؟ أين مصلحة بلدي؟ نهاية المنتخبات المصرية في كل اللعبات هتقصى، في الهندبول في كل الأعمار أنا آسف، مش في كل اللعبات أنا آسف، هيتم إقصائها. أيهما أفضل؟ إن أنا أطلع وأتكلم وأعطف وأعطفة جيشة جميلة جدا إنها عاطفة لصالح البلد وكله خايف على البلد وكله كل ده جميل، مين يقدر يقول ده وحش؟ ولا واحد يقدر يقول ده وحش على الاطلاق يعني، لكنه الاساس انا رايح فين وانا جاي منين؟ اجمد كره اليد اكتفي هنا بدوري اهلي وزمالك ومن غير جمهور والمشاكل اللي بتحصل والحاجات اللي بتحصل، ولا العب واشارك واثبت وجودي؟ خاصه ان هم هناك يعني عايز يبين ان ما فيش حاجه وان احنا علاقتنا مع الشعب المصري كويسه و و و هيحاول يعمل ده كله. ما كل مناسبه كل عيد تلاقي امير قطر اول المهنئين واول المتصلين والرئيس بيستقبل التهنئه والرئيس اتقابل معاه هناك وسلم عليه في الامم المتحده وفي مش عارف بتاع حقوق الانسان وقفوا جنب مصر. طب يا عم، طب بس عشان تعرف ان مصر لها قيمه ولها قوه ما تراجع نفسك. وانت حضرتك مش شايف ان كل اللي بيحصل ده غلط؟ هو كانوا عايزين مصر يحصل فيها زي اللي بيحصل مش عارف في الصحراء ايه ولا فين ولا فين؟ الاخوه الاعزاء في سيناء تقبلوا عن طيب خاطر انهم يمشوا، خلاص تعمل ايه؟ ادي الله ده حكمته، دي مصلحه بلد، ده امن وطن. لما تخلي 500 متر ولا 600 متر ولا 1000 متر عشان امن بلد ماشي. فانا ارجو ان احنا نقفل هذا الموضوع والامر بيد اتحاد اليد اللي اعلن موقفه ووزاره الشباب والرياضه اللي يبدو انها بتساند اتحاد اليد ونقفل على هذا الموضوع ونتمنى لهم التوفيق. فاصل ونعود.